الاتحاد الوطني لطلبة سوريا كان أولى أهميتنا هو زملائنا القاطنين بالمدينة الجامعية، ما يقارب 25,000 زميل وزميلة، لأن تم تأمينهم بالساحات العامة وبالحدائق، وخلال 24 ساعة تم تأمين سفرهم لمحافظاتهم. إشراف الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ومن الجهات المعنية على معظم مراكز الإيواء ضمن المحافظة، ورحنا باتجاه نحن فتح الطرقات اللي تسكرت، كان معظمها بحلب القديمة وعدد من أحياء مدينة حلب، بالإضافة لفي عدة نشاطات انشغلت بشكل آني ويومي. الدعم النفسي للأطفال اللي هذا الموضوع بيترك رد نفسي قوي جدا عندهم، اللي هو حدوث وقعة كارثة الزلزال، بالإضافة تواجدنا بتحميل ونقل المساعدات اللي عم تصل من عدة محافظات وإيصالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة لوجود مطبخ بشكل يومي للجمعيات الخيرية المعنية عم يكون تنسيق معها، وتواجد المدينة الجامعية وتوزيعه على عدة مراكز ضمن مدينة حلب.